اسمي علي المخزومي. أنا كلش أحب التراث والثقافة. من كنت صغير أهلي رباني على هالشي، بحيث أول هدية حصلت عليها من أبويا الله يرحمه هو كتاب الأطلس. ومكتبته الصغيرة بالنسبة لي كانت عالم كبير. مرت الأيام ومرت السنين، كبرت، درست، توظفت بوزارة الثقافة. أول شيء حصلت عليه أو أول شيء رحت عليه بالقسم هو الأرشيف، حتى أعرف شنو اشتغلوا عليه، شنو بدنا نشتغل، على شنو نريد نشتغل. يوم بعد يوم قمت أحب الشغل أكثر. المعلومات اللي دا أحصل عليها بالشغل خلتني أحب إنه شلون أكون صانع قرار، أشارك بصنع القرار. باقي الموظفين كانوا يضحكون like أنت يعني بعدك صغير بالعمر موظف جديد، وهاي الشغلة إنه مو الموظف العادي يقدر يسويها. أنا ما اهتميت لهم، كل اللي كنت أسويه إنه أدور على فرص، شلون أقدر أطور من روحي. كنت أدور على فرص تدريبات، أحضر مؤتمرات، وفعلا حصلت على فرص كلش مهمة. حصلت على فرص بأمريكا، بألمانيا، بالإمارات، وهاي الفرص كلش ساعدتني إنه شلون أكون رؤية، وشلون أقدر أغير النظرة عن العراق وعن العراقيين شلون يباعون على العراق أيضا. وطبعا العراق محتاج هالشي، لأن العراق مر بأزمات وحروب وصراعات، وهاي الفرص اللي كنت أروح بأمريكا أو شيء بألمانيا إنه كنت أقدر أحصل على فرصة إنه أهاجر من العراق وأبقى هناك وما أرجع، ومو بس حتى أحصل على فرص أمان حتى أقدر أحقق طموحي هناك، ما أفكر بأي قلق، أعيش بسلام، وبنفس الوقت أقدر أحصل على جواز أسافر بيه بكل حرية. وكان عندي أيضا أسباب خاصة إنه تخليني أهاجر وما أرجع للعراق. أنا أخوي انخطف وما رجع من 13 سنة لحد اليوم، إحنا كلنا ورد عليه وما نعرف شنو مصيره. وأختي أيضا الله يرحمها توفت بمرض السرطان، ما قدرنا نحصل علاج مناسب لها بالعراق. كنت أقدر أستغل هاي الظروف وهاي الآلام كلها وهاي المعاناة حتى أطلع من العراق، بس أنا بقيت هنا وقلت إلا أحول هذا الألم إلى أمل. وهذا القرار طبعا قلت إذا أنا أهاجر، صديقي هاجر، قرايبي هاجر، كلنا نهاجر، العراق حيفرغ وما حد حيقدر يبني العراق. بس بعد مرور الوقت حصلت على فرصة، قلت هي هاي الفرصة اللي أنا ممكن أقدم عليها وأغير شوية من العراق. ستارت أب ويكند بغداد صار لأول مرة في بغداد، مشروع نقدر نقدم عليه أفكار ممكن تصير مشاريع ريادية تنقذ الوضع بالعراق. قدمت فكرتي عن السياحة الثقافية. اللجنة اللي كانت موجودة وصفت هاي الفكرة بالفكرة الغبية ومشروع فاشل لأنه العراق ما ببنى تحتية. أنا صار عندي إحباط كلش، والأول مرة فكرت من صدق أهاجر، فكرت هذا الشيء بجدية. بديت أدور على فرص من جديد. الفرصة اللي جتني أي واحد مينا يقدر يعني يحلم بيها، حصلت على جرانت فول برايت، وأني خلال كم شهر خلاص حعوف العراق وأروح. بس بقفت شيء بقلبي، بقد غصة إنه أريد أسوي شيء أنذكر هنا، يبقى العراق يذكرني. رحت على ولد صديقي هو منتج سينمائي، قلت له أنا أريد أسوي فكرة، أريد أسوي سفرات إلى أماكن الآثار بالعراق، شلون تقدر تساعدني يعني توثق لي هذا الشيء؟ قال لي أنا أقدر أساعدك، أنا بالنسبة لي ما عندي مانع، بس تتصور العراقيين حيحبون فكرة إنه يروحون للآثار والتراث؟ وتعرف بالجنوب يعني مجتمع مغلق وماكو معلومات كافية عليه وعشائر، يعني وخاصة أنا اسمي مجاهد ومن ديالة ومن كركوك، حيستقبلون أهل الجنوب؟ صراحة يعني هو سؤال كان مثير للجدل، هو يعني سؤال يحير. أنا قلت له خلي نجرب، ما خسران شيء، يعني هو شيء يريد يصير خلي يصير. وأصلا الناس تقول علي بطران، يعني واحد يشتغل بالمجال الثقافي العراقي يصح له بطران. بعدين قررت إنه أروح على جولة استكشافية. الجولة الاستكشافية اللي سويتها كانت بمدينة أور بجنوب العراق قريب من مدينة الناصرية. أول ما رحت الأور تلقاني الشرطي،
الشرطي قال لي اليوم جمعة ما أقدر أفوتك للمدينة الأثرية. زين شو أسوي؟ أنا قلت له all the way جاي من بغداد للناصرية 5 ساعات ما يصير هيك. كان يقول لي لا نحصل موافقة وأني ما أقدر أساعدك بشيء. خبرت على زملائي بوزارة الثقافة خلوني أدخل للموقع الأثري. أول ما طبيت للموقع وصلت إلى الزقورة. الزقورة بناء كلش حلو أول مرة أشوفه. من أني وصغير كنت أحلم أوصل بابل، أحلم أوصل أور، فحبيت أوثق هاي اللحظة. ما أعرف هاي الصورة للزقورة. ظليت واقف عليها أمامها يعني تقريب 5 دقائق ما قررت أصعد الدرج. قلت خلي أروح أستكشف باقي الموقع شنو بي. لقيت أكو قصر، لقيت أكو معبد، لقيت وصلت يعني بيت النبي إبراهيم. وبنفس الوقت تلقاني رجال كبير كان قاعد على تلة أثرية. فسلمت عليه، عرفت عن نفسي، قلت له ما أعرف كم شخص يجي هنا للمنطقة للأور. قال لي والله يعني يجون كم واحد بالسنة كلها، يعني حرامات منطقة منسية. زين قلت له أنا عندي هيك فكرة إنه أجيب ناس وسافرة، تتصور تنجح؟ فعمو أبو أشرف اسمه قال لي والله يا ريت ابني، يعني إحنا نتمنى الناس تيجي تشوف هاي المنطقة توصلنا. عمو أبو أشرف طبعا هو مو دليل آثاري، عمو أبو أشرف هو بس الحارس، بس ظل يحكي لي قصص عن الموقع أحسن من أي دليل آثاري ثاني. تقريب ساعة ظل يحكي لي قصص، وقصص عن الملوك، عن شنو كان تصير هناك بأيام السومريين. عبالك عمره 5000 سنة، عبالك ده يحكي لي قصص عمره 5000 سنة. أنا اطمأنيت، قلت له إن شاء الله نرتب شيء. انتقلت على موقع ثاني قريب من الناصرية أيضا بناحية اسمها تشبايش. استقبلني الأستاذ جاسم، هو ناشط هناك، فقال لي تعال خلي أعرفك على ضيف يمي هو إيطالي. فأنا استغربت أكو إيطاليين يجون للهور يعني in the middle of nowhere. بعدين قال لي أعرفك على ديفيدي، هو أكاديمي، وبدينا نحكي أني وديفيدي وأستاذ جاسم. أخذني ديفيدي، تخيلوا ديفيدي أخذني بجولة بالأهوار هيك، مشينا بالليل حتى ثاني يوم نرجع من وقت، بعدين نطلع جولة الزوارق اللي هي بالأهوار. ركبنا زوارق يعني بالنسبة لي أنا أول مرة أصعدها، اسمه شختور. زورق يختلف عن أي زورق تشوفه، اللي هو شوية متطور عن المشحوف. من طبيت الأهوار أول شيء شفته أو حسيت به هو فرق الهواء. الهواء كلش نقي، الطيور ما موجودة بأي مكان ثاني، فد بايو دايفرسيتي موجود، نباتات، طيور، حيوانات، جواميس. بالنسبة لي كانت سفرة كلش ممتعة، فالشي كلش حلو. بحيث بنهاية الجولة ديفيدي قال لي فعلا هاي ممكن جنة عدن اللي موجودة بالبايبل، اللي موجودة بالكتب المقدسة. بنفس الوقت ديفيدي قال لي حكاية أبد ما أنساها، قال لي أنا هاي ثالث مرة أجي للأهوار، كل مرة أحسن من ما أحلى من المرة، كأنما أول مرة أصلا. وفعلا هذا الشيء أنا كل ما أروح للأهوار، كل ما قمت أروح للأهوار أحس به. جولة أبد ما توصف، إيش قد ما أحكي هسا عنها جولة حتكون قليلة بحقها أي كلمة. خلصت الجولة الاستكشافية، رتبنا ايتينري مدة يومين نروح بمدينة أور بعدين نروح أهوار. رجعت لبغداد حكيت ويا مجاهد، رتبنا سفرة، استخدمنا السوشيال ميديا، سويت إعلان، بدأ الناس تسجل، بدأ الناس تجي ويانا للسفرة. رحنا نظمنا سفرة، نظمنا سفرتين، الناس بدأت تطلب أكثر سفرات. بس بنفس الوقت يعني بهالأثناء عفواً أنا إجاني خبر من الفولبرايت، أنا إجاني ريفيوز، ما حصلت أدمشن. أول مرة خبر حزين، أنا أحس كلش سعيد لأنه ما حروح. وبنفس الوقت طلعت من عملي بوزارة الثقافة، بطلت من الشغل الحكومي، ركزت على المشروع نفسه على بالويكند. بدينا ننظم سفرات أسبوعية مو بس الأور والأهوار، بدينا نتوسع، غطينا كل أماكن الأثرية بالعراق. رحنا بابل، رحنا سلمان باك، رحنا عقرقوف، رحنا تقريب كل أماكن حتى بغداد القديمة. تقدرون هسه أشوفكم فيديو
ناخذكم بجوله سريعه مده دقيقتين. حلم أروح لأهوال واليوم اتحقق حلمي بقال جاموس شخطور. شكرا لجماعة في العطلة. احنا عايشين بهولندا أنا وعائلتي وقررنا أن نقضي راس السنة هنا بالعراق. من هولندا أريد كنا حابين أن نزور الأهوال فصارت فرصة كلها جميلة أنه قدرنا نجي بس بالصور أو بالجوجل أو يوتيوب هاي الأشياء نعرفها عن الأهوال. بس اللي شفته يعني it gives a special feeling. I don't know how to explain it exactly. أنا سوى عشتار خلي نحييها. اشتغلنا بكل فخر على إحياء المواقع التراثية بالجنوب، سوينا اندستري جديد أو عفو قدرنا نساهم بصنع القرار وأن نسوي سياحة بالجنوب. اليوم بالناصرية على سبيل المثال صارت أكو هواي فرص اقتصادية، قبل كان أكو بس فندقين، اليوم أكو 4 فنادق سياحية والخامس دين بني بالطريق. كان أكو مطعم سياحي واحد، اليوم أكو 4 مطاعم لبنانية وسورية، وهذا شيء جديد على الناصرية. هذا الشيء وفر فرص لهواية ناس، هواية حياة ناس وعوائل تغيرت بسبب هذا الشيء. أيضا أكو صناعات يدوية ومنتجات بدأت تنباع كسوفينيرز هناك. الزوارق صيادين اللي كانوا يستخدموها، يعني هم صيادين قاموا أيضا يستخدموها حتى يودون السواح. هواية شركات أخرى أيضا قامت تقلد الفكرة وتشتغل، وهذا الشيء إحنا فخورين بيه عنده يسوي امباكت وده يفيدنا ايضا بصوره غير مباشره. بس بنفس الوقت سفراتنا اللي بستايل جديد، نسوي موسيقى تراثيه، نسوي فوتو سيشن نعرضها يعني شلون نقول نحفز الناس حتى تجي. اشتغلنا على موضوع ثاني ايضا مهم، انه احنا قمنا نودي اهل بغداد لما يجون الاقليم كردستان العراق بسفرات تشبه السفرات اللي نوديها للجنوب بنفس الستايل، موسيقى، فوتو سيشن، فعاليات اوت دور، يعني قمنا نسوي هايكينج، قمنا نسوي كامبينج، وقمنا نوديهم مناطق ما يوصلوها دائما، مو بس للمولات. وديناهم ايوسر، وديناهم دربنديخان، وديناهم دوكان، هواي مناطق اخرى، تميرزان. طبعا احنا نقدر ايضا ناخذكم جوله، اعرف انه انتم من اهل السليمانيه، بس سفرة سريعة من أهل بغداد للسليمانية. الفيديو الثاني. طبعاً الحاجز القادم اللي نريد نكسره هو موضوع كلش مهم وكلش ممكن يغير من حياته هواي الناس ويغير
نظر مو بس على العراقيين، على ايضا انه شلون العراقيين يقدرون يتعايشون بيناتهم. الحاجز القادم اللي نريد نكسره هو احنا شلون نقدر نسوي سفرات لاخواننا الاكراد للجنوب. هذا الشيء انتم تقدرون ايضا تساهمون بكسر هذا الحاجز، انه تجون تشوفون الاهوار وتشوفون الجنوب شلون حلو، شلون يقدر يستقبلكم بكل رحابة صدر. ومو بس الاكراد، ايضا نقدر نجيب او نشتغل على انه شلون نقدر نجيب العراقيين اللي بالخارج، وشلون بعدين يصير العراق وجهة سياحية حتى الأجانب أيضاً يستمتعون بجمال العراق ومناطق المتنوعة من العراق. أنا أريد أختم كلامي بجملة حصلت عليها تقريب من تجارب حياتي بصورة عامة، إنه إحنا إذا كسرنا حاجز واحد نخلق ألف فرصة.